السلام عليكم. اليوم في ايترونكس عندنا السيكويا تويوتا، نقول ما شاء الله. ركبنا عليها شاشة تسلا اندرويد، 4 جي بي رام، 32 جي بي ذاكرة، مع الكار بلاي، بروسيسور الهكسا كور، كاميرا الخلفية الأصلية رجعناها، طبعا الخطوط تلفون مع السكان. طبعا في فرارة هني حق التكييف، تزيد الفان، تبغي السيتنج للاي سي من الشاشة، صار تقدر تتحكم في المكيف، في التكييف الخلفي تقدر تشغله وتبنده، وان الشاشة فيها الراديو، فيها بلوتوث، فيها النافيجيشن لايجو، طبعا تحكم السكران الاصلي شغال. الحبات الاصلية تنزل تحت تتركب، الهيتر ومال الاسيات، واذا في يو اس بي وغيره ينزلون تحت يصيرون. شاشة فيها البرامج البلاي ستور وغيره، فيها الواي فاي، فيها اليوتيوب بانست، طبعا معلومات الباب تبين في الشاشة. طبعا الار بي ام والسرعة تبين في الشاشة. طبعا الفيديو يبين هني، تقدر تتحكم فيه في الشاشة. البلوتوث. استفساراتكم حياكم على الخاص او الواتساب.